فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. نعم، يأتي على الناس زمان، يعني في آخر الزمان تهيج الفتنة ويتقاتل الناس بدون روية وبدون بصيرة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، بل بدافع الفتنة وهياج الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب على الإنسان أن يتبصر ولا يدخل في أمر من الأمور دون تبصر فيه ومعرفة له، ومن ذلك أمور الفتنة. الإنسان لا يدخل فيها حتى يتروى ويعرف، ثم يدخل فيها من باب الإصلاح، لا من باب تهييج الفتنة، وإنما من باب الإصلاح وتسوية النزاع بين المسلمين، هذا هو المطلوب. فيأتي على الناس زمان تهيج فيه الفتنة والعياذ بالله، وإذا رفع السيف بين المسلمين فإنه لا يكف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهي عن الفتنة وعن الدخول فيها، ونهي عن حمل السلاح على المسلمين. وفي النهاية قال صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. وهذا من باب الوعيد، لا يدل على أن هذا كفر، وأنهم في النار من باب الكفر المخرج من الملة، وإنما يكونون في النار على حسب ذنوبهم. هذا من أصحاب الكبائر المتوعدين بالنار،